السلام عليكم. ريكو فرهوفن تكلم على النزال ديالو في 22 ديسمبر ضد بدر هاري واللي غادي يفوز به كما يقول، وهو يظن باللي بدر هاري غادي اما يريد النزال ولا يخسر بالكي او الضربه القاضيه. هكذا يقول ريكو، وهذا النزال غادي يوضح لجميع مشجعين الكيك بوكس واللي فان نتاع بدر هاري باللي هو البطل ديال الكيك بوكسينغ ماشي بدر هاري. وقال باللي بدر هاري عنده واحد تكتيك، مين كيشوف النزال صعب او الخصم صعب يريد النزال ويفعل شيء اخر. وقال باللي هذا النزال فيه 5 تاع الجولات ماشي 3، وغادي نقهر فيه بدر هاري في الجولة الرابعة والخامسة. يقول باللي من تفوت جولة ثالثة المقاتل يحسب العياء ولا الفشل، وهذا الشيء غادي يسرى بدر هاري، وهو يتمنى البدر باش يكمل المشوار ديالو في غلوري بعد 21 ديسمبر. يعني فيها باللي غادي يربح المباراة ضد بدر هاري، هذا الشيء اللي كيقول هو. وريكو سولوه واش هو بيبل تشامب، قال انا هو بيبل تشامب ماشي بدر هاري. والسلام عليكم.